حدث في حالة تحدي في الحالات التالية F دو E. الحالة الأولى هاي نعطيك الحالة الأولى عطينا F دو X تساوي X أو كاري زائد واحد E هو المجال ناقص واحد جول المثال الثاني عطينا f دو x تساوي x ناقص ربع على x ناقص جول المجال هو e كيساوي ثلاثة ستة ثلاثة ستة المثال الثالث عطاونا f دو x تساوي جوج جدر اكس زائد واحد هادشي بطبيعة الحال راك لي كنشرحو بالعربية راك نعاود نشرحو نفسو في الفرونسي هادشي ما كنحاول نخالفهم حق الحق 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 باش لي باش لي باش لي باش لي بغا شي تمارين اضافية بالعربية و بغا شي تمارين اضافية يخدمو يدخل للفرونسي راني كنشرح بالفرونسي يخدمو نعطيو ايه نعطيو ها هي عطاو زيرو واحد عطينا الحالة الرابعة عطينا معادلة الدرجة فيها جوج أجزاء دالة ملزقة إف دو إكس تساوي إكس زائد جوج إف دو إكس تساوي ثلاثة إكس أو كار هنا هذه الحالة الرابعة مع إكس أصغر من أو تساوي واحد عندما x أكبر قطعة من واحد وهنا e المجال اللي عطانا هو e كيساوي ناقص ثلاثة جوج دابا غنبداو تصحيح تاع التمارين نبداو نصححوهم هنا نبداو نصححوهم هنا على بركة الله نبداو نصححوهم هنا نبداو في اللول الأول اش خصنا نديرو قبل خصنا نحسبو باش أول حاجة قلتلكم خصكم ديرو هي تحسبو الراتبة راه باش كتحسب اف بريم غديرو لدينا اف قابلة للانشقاق على ار لانها حدودية هاي غتكتبو لدينا غتكتبو قبل خاصكم تكتبو هكا خاصكم تكتبو لدينا هاي لدينا اف قابلة للانشقاق على ار وبالخصوص على اي ومنه اف بريم دو اكس تساوي اكس او كاري زائد واحد بريم تساوي اثنان اكس تعرفين ركزوا معايا مزيان دابا اش خصنا نديرو اشارة اف بريم اشارة جوج اكس يعني خاصنا نشوف اف بريم فاش كتنعاد مني انت كتساوي صفر ملي كتكون جوج اكس تساوي صفر ملي كتكون اكس تساوي صفر غادي نوجدو الإشارة ها هو إكس هادي إف بريم دو إكس أول حاجة خصنا ندرسو هي الراتب هادي إف دو إكس واش كيعرف جدول التغيرات بحال هكا عندنا كنعادو الصفر عندنا بطبيعة الحال غنكتبو المجال ناقص واحد جوج المجال اللي كيكونو عاطينا لنا كنكتبو ولا نكتبو موالاة فين يجي بحال أغلبية كتكتبو المجال اللي كيكونو عاطيك كتكتبو هنا إشارة أ يعني هنا بلوس ناقص إشارة أ إشارة أي إشارة العدد اللي نضرب في إكس هنا كيدير الدالة تناقصية متزايدية عندنا إف ديال زيرو هي واحد عندنا إف ديال اثنان هي شحال واحد زايد واحد هي جوج وعندنا إف تاع ناقص واحد هي شحال كتعطينا عندنا إف ديال ناقص واحد هي شحال كتعطينا ناقص واحد أوكار هي واحد زايد واحد هي جوج هنا عندنا اف هي دالة متصلة ولكن غير راتبة قطعا اش قلت لكم بلي في التعريف الا كانت اف متصلة وغير راتبة كي غنديرو ليها شنو نقولو غنقولو بحكا لدينا اف غير راتبة غير راتبة قطعا على
المجال ناقص واحد جول. إذن اف تاع المجال ناقص واحد واش كيساوي؟ القيمة الدنيوية هنا هي واحد والقيمة القصوية هي جول. هانتوما ساليتو. ولا غديرو، ولا كاينة طريقة أخرى أنا نكتب ليكم هنا. ولا غديرو صافي واش غديرو؟ هاد واحد كيمشي داخل وسط النص زيرو ياك، هنا اش غديرو؟ اف تاع ناقص واحد جوج تتساوي اف تاع ناقص واحد زيرو اتحاد زيرو جوج. واش عارف هاد؟ اش كتساوي هاد؟ هاد اف تو اتحاد بي هي اف تاع ناقص واحد زيرو اتحاد اف تاع زيرو جوج. عندك اف تاع ناقص واحد زيرو كي ندير الدال تاع ناقصية، إذا هادو غادي تقلبو ولا غادي بحكم غديرو حساب بحال قولي اف تاع ناقص واحد تاع المجال ناقص واحد زيرو. غديرو لدينا اف دالة تاع ناقصية على إيه؟ على إيه اللي هو ناقص واحد زيرو. إذن إف تاع على المشال على أنا ناقص على المجال ناقص واحد زيرو اللي هو بطبيعة الحال نسميو إي مثلا. إذن إف تاع ناقص واحد زيرو واش كيساوي؟ إف تاع زيرو إف تاع ناقص واحد إف تاع زيرو هي واحد جول. هاي دابا اللي حسبناها دابا نفس الطريقة غنطبقو زيرو جوج. دابا حساب اف ديال زيرو ناقص واحد زيرو. دابا انا مكفانيش اتساب باش نكمل ليكم اف ديال ناقص واحد. كتبها نكتبها هنا، خويا نكتبها هنا، نكتب ليكم هنا. شنو نكتب ليكم؟ نكتب ليكم حساب تا هي اف تا تا زيرو جوج. شنو نكتب ليكم؟ لدينا اف دالة زايدية قطعا على المجال زيرو اثنان. هانا سالينا على المجال زيرو اثنان، هذا اثنان. شنو نديرو؟ اذا اف تاع المجال زيرو دو اش كيساوي؟ عاد دالة تزايدية يعني غيبقى محتفظ المجال اف ديال زيرو فاصل نقطة اف ديال اف ديال زيرو شحال؟ هي واحد هي اثنان. حنا دابا شاهدنا مساحة السبورة باش متفقين دابا في هاد الشيء، حسبنا الصور بحال غتصب الصور. دابا دابا مكملينش هاد التيساع مساحة السبورة باش نكمل ليكم. المهم مساحة السبورة ونكمل ليكم عقلو عقلو. اف ديال زيرو واحد شحال طاط ناقص واحد زيرو هي واحد جوج اتحاد واحد جوج. واحد جوج اتحاد واحد جوج شحال هو المجال نفسه؟ واحد جوج صافي. هانتوما ساليتو هاد الطريقة التالية، متافقين دابا فهادي ولا لا؟ متافقين. دابا غندوزو للحالة التانية، بصح صبر باش ندوزو للحالة التانية، بصح صبر باش ندوزو للحالة التانية. ندوز دابا الحالة الثانية اللي هي هادي دوزيام كا. الحالة الثانية اللي هي هادي دوزيام كا. هاي أول حاجة خصك تدرس لها الرتابة، الرتابة متفق ولكن قبل خصك تقول إف قابلة للشقاق. أش تقول؟ لدينا إف قابلة للشقاق على كل مجال ضمن حيز التعريف. حيز التعريف شنو هو؟ ار محرومه من جوج ضمن ار محرومه من اثنان. وهاد ثلاثة ستة واش ضمن ار محرومه من جوج؟ ضمن ار محرومه من جوج داخله فيه هاد ثلاثة ستة. هاي اف قابل للاشتقاق على كل مجال ضمن ار محرومه.
حروة من اثنان. متفقين ديرنا اربع حروة من اثنان وبالخصوص غتكتبو وبالخصوص اي وبالخصوص على المجال 3 6 غنديرو اذا نبداو اف بريم دو اكس شحال كتساوي دو على بركة الله الاشقاء خط كسري تحت اكس ناقص 2 فوق اكس ناقص 4 وبي هذه بحال قلت عندك اف على جي قاعدة اف على جي اش قلت لكم في القواعد ديال الاشقاء الاولى اف على جي بريم اف بريم في جي ناقص اف في جي بريم على جي او كار اف بريم في اف بريم اف بريم اف بريم هي الدالة الفوقانية يعني اكس ناقص 4 سامحوا لي اكس ناقص 4 هاي يعني اكس ناقص 4 هاي اكس ناقص 4 بريم فاش في جي اكس ناقص جوج ناقص اف اكس ناقص 4 x ناقص جوج بريم على x ناقص جوج او كاري دابا نكملو دابا شحال كتساوي هادي واحد واحد في هادي هي x ناقص جوج ناقص هادي واحد حقا الشقة ديال x هو واحد الشقة ديال جوج هو زيرو غتبقى واحدة واحد في هادي هي ناقص x ناقص اربعة على x ناقص جوج الكل او كاري نشرو دابا بالناقص غتبقى x ناقص جوج تاقي ناقص إكس زائد أربعة على إكس ناقص جوج الكل أو كار دابا إكس غتختز مع إكس ناقص جوج زائد أربعة هي جوج غتحسبو على إكس ناقص جوج الكل أو كار أو كار كي ندير بطبيعة الحال موجب وجوج كارو زيرو دير جوج ديال شي حاجة أو كار أكبر من زيرو ومنه إف بريم دو إف بريم أكبر من صفر وبالتالي إف تزايدية قطعا على المجال اي قطعا على المجال على المجال على المجال اي اللي هو كيساوي 3 6 3 6 تفقين دابا بغينا نحسبو اف ديال 3 6 اف تاع 3 6 مع ان الدالة التزايدية المجال غيبقى كيف ما هو ما غيتغيرش غيعطيك هي اف تاع 3 اف تاع 6 دابا الى جينا حسبنا اف ديال 3 3 ناقص 4 شحال هي ناقص 1 هاي الى جينا حسبنا اف ديال 3 عطينا 3 ناقص 4 على 3 ناقص 2 هي ناقص 1 على 1 هاي 3 ناقص 4 هي ناقص 1 3 ناقص 2 هي 1 ناقص 1 على 1 كتساوي ناقص 1 اذا هذه هاي ناقص 1 اف ديال 6 نعوضوا اكس ب 6 6 عطينا لنا 6 هنا 6 6 ناقص 4 شحال هي 2 6 ناقص 2 هي 3 هاي 2 على 3 هاي دابا صافي كملنا دابا هاي تابعين دابا فيه دابا ندوز المثال الثالث دابا نمسح الصبور باش ندوز المثال الثالث تابعين دابا فهاد المثال تابعين دابا ندوز المثال الثالث على بركة الله في المثال الثالث اش قال في المثال الثالث ها قال لك اف دو اكس تساوي جوج جذر اكس ناقص زائد واحد وي عاطيك هذا المجال هذا تشابقي تشابقي تصنتوي دابا مزيان دابا اش غدير دابا في الحال تصنتوي مزيان دابا غدير خصك تدرس اول حاجه تدرس الراتب دابا وصلنا للثالثه دابا غنخدم معاكم الثالثه تصنتوي الثالثه اش غديروا فيها صنتو مزيان في الثالثة خاصنا نحسبو اف بريم نقولو في الثالثة لدينا اف دالة قابلة للاشتقاق على هنا مجال على المجال على على على, على, على المجال شنو حيس عليه تعال هو اكس زائد واحد اكبر من الصفر يعني اكس اكبر من او يساوي ناقص واحد إذا المجموعة التالية فيها ناقص واحد مثل فيه قابل للإشتقاق على المجال ناقص واحد بليس لانفيني
على المجال ناقص واحد بليس لانفين، وبالخصوص على مجال اي اللي هو تساوي زيرو واحد. غندوز دابا الشقه، هادي بالخصوص على مجال اي اللي هو تساوي زيرو واحد. تعال ندوز دابا الشقه، ندوزو الشقه. اذا اف بريم دو اكس شحال كتساوي؟ هي جوج جدر اكس زائد واحد بريم. جوج عندكم ثابته، قاعده الفا اللي كنت قلنا لك الفا اف الكل بريم هي الفا اف بريم. كتخرج الفا من الشقه، قلت جوج تخرجهم من الشقه، شتولي جوج جدر اكس زائد واحد بريم. غتولي شتاك جوج الشقة تاعي شحال؟ نذكرو بتذكير الشقة ديال الجدر، هاو تذكير جدر، تذكير تصنتو لي في التذكير، هاو التذكير جدر اف الكل بريم هي اف بريم على جوج جدر اف. اذا بدا شتولي عامل اكس زائد واحد بريم على جوج جدر اكس زائد واحد. هانتوما سيريتو دابا دابا اكس زائد واحد بريم شحال؟ هي واحد على جوج جدر اكس زائد واحد. شفت حتى تما شتبقى واحد على جدر اكس زائد واحد. هانتوما سيريتو دابا هاد الشقة، هادي جوج تشد مع جوج، هادي هو الشقة. هاد الشقة كي ندير عندك كبر من صفر، اذا اف بريم دو اكس اكبر من صفر، اذا اف دالة تزايدية قطعا على اي، لحقاش اي ضمن ار تزايدية قطعا على ار، بما ان تزايدية قطعا على اف ان تزايدية قطعا على اي تافق. غادي دابا نمسح الصبور باش نكمل ليكم. شنو غنديرو؟ هادي اكبر من واحد، غنديرو اذا اف تاع اي كيساوي اف تاع لانترفال زيرو واحد. عندك دالة تزايدية، اذا غيبقى محتفظ بالمجال اف تاع زيرو اف تاع واحد. نبدل الحد بوالو، كان اف تاع زيرو هي جوج، اف تاع واحد هي جوج جدر جوج. هانتوما سالي دابا هاد الدالة، حنا سالناها متافقين دابا فيها ولا لا؟ متافقين. دابا غندوزو الرابع، الرابع شوية ليكم. دابا غندوزو الرابعة، ركز معايا في الرابعة. الرابعة عندنا دالة فيها جزء جزء على جوج، يعني في قسمة لجوج متافقين. وعندنا اي هو ناقص ثلاثة جوج متافقين. غتصنتو لي دابا مزيان، دابا صنتو لي دابا مزيان. دابا دابا أول حاجة غنشوفو على اليسار واحد نوصلو على الرتبة، ونشوفو على اليسار هذا لحقاش لحقاش سمحوا لي أنا نشرح ليكم. بحال كي قلتي لنا داخل علاقة شر، كيفاش داخل علاقة كيف داخل علاقة شر؟ عندكم هنا الإربان ناقص ثلاثة جوج، داخلة فيها واحد، عندكم هنا إف وهنا دال، يعني خاص تدخل واحد وسطه، باش تدخل واحد خاص تكون دارج رتبة عالي ورتبة عالي، باش تعرف واش غيتقلب هذا ولا غيبقى المجال كيما هو. شنو نقول؟ فاهمين دابا؟ فاهمين؟ غنقولو دراسة رتبة إف، دراسة رتبة إف، رتبة إف على المجال واحد بي واحد موالا فيني واحد. شنو نقول؟ لدينا اف دالة حدودية طبيعة الحال، هادي سميوها مثلا هادي حقاش دالة مجزأة ماشي اف، راه اف راهي هادي كاملة، هادي سميوها مثلا اف واحد مثلا باش زعما تلف لينا، اف راهي هادي كاملة كي قلنا، باش زعما تلف لينا. شنو نقول؟ رتبة اكس يؤول إلى اكس زائد جو، رتبة تاعها اكس يؤول إلى اكس زائد جو على موالا فيني واحد. شنو نكتبو؟ لدينا اكس يؤول إلى اكس زائد جوج دالة جد دالة حدودية، إذا فهي قابلة للانشقاق على ار، فهي
قابلة للاشتقاق على R وبالخصوص على I. تعقد بفعل هي تعقد مهم. صمت دابا قبل ما نحسب الرتابة قبل ما ندرس الرتابة اجي نفكو هاد المجال شنو نكتب. نكتبو لدينا قبل اف دو اي تساوي اف تاع ناقص ثلاثة اثنان تساوي اف تاع سمحولي غندخل وسطهم واحد حتى تولي اف تاع ناقص ثلاثة واحد اتحاد واحد اثنان تساوي اف تاع ناقص ثلاثة واحد اتحاد اف تاع واحد اثنان تعقيد بفير تعقيد. دابا دابا نشوفو هادي وهادي غادي نشوفو دابا على المشال ناقص ثلاثة واحد شنو نكتب. نكتبو لدينا اف اكس يؤول الى هادي دالة قابلة للاشتقاق على في كاينه الدالة تاع ناقص ثلاثة واحد كاين اللي تكون اكس صغر من واحد. غنكتبو الرتابة هادي على المجال هاد خاصنا ندرسو الرتابة تاع اول حاجة لدينا هادي دالة حدودية فهي قابلة للاشتقاق على ار وبالخصوص على ناقص ثلاثة واحد حقاش عطانا اي اللي فكناه دخلنا عليه واحد شوش ولا ناقص ثلاثة واحد ماشي اي تاقي. اذا ونشقو اف بريم شحال تعطينا اف بريم الشقين دابا هي واحد كبر من زيرو. اذا اف دالة تزايدية قطعا على المجال ناقص ثلاثة واحد. دابا نحسبو اف ديال ناقص دابا هادي هنا غدير حساب سمحوا لي اف تاع ناقص ثلاثة اف تاع ناقص ثلاثة واحد اف تاع ناقص ثلاثة واحد غنحسبو انا وياك ومنه غدير ومنه هكا اف تاع مجال ناقص ثلاثة واحد اش كيساوي هو المجال المغلق تاع اف تاع ناقص ثلاثة اف تاع واحد مغلق. دابا اف ديال ناقص ثلاثة شحال الى عوضناه في الدالة كانت ناقص ثلاثة اصلا كانت تامي هاد الدالة لقات اكس صغر من ناقص صغر من واحد ناقص ثلاثة زائد جوج غنلقاو هي ناقص واحد. اف ديال واحد في كلا اكبر او تساوي هنا واحد زائد جوج هي ثلاثة تاقين بفهاد تاقين. دابا غنكتبو حساب دابا نحسبنا هدا شنو غندوزو حساب اف تاع لانترفال واحد جوج شنو غنديرو غندرسو تساوي الاشتقاق شنو نقول في الاشتقاق غنكتبو لدينا اف هاي لدينا اف دالة قابلة للاشتقاق سمحوا لي دالة هاي نكتبها نعاود نكتبها لكم هاي لدينا اف دالة قابلة للاشتقاق على هنا ماشي على حقاش حدودية دالة قابلة للاشتقاق على ار وبالخصوص على المجال واحد جوج نيشان ندير على المجال واحد جوج نيشان. اذا اف بريم دو اكس هكا تساوي هي ثلاثة اكس او كار هي ستة اكس عرفتي علاش حقاش ثلاثة اكس او كار هي في اكس ثلاثة هي ستة اكس هاي ثلاثة اكس او كاري بريم راه هي ثلاثة في اثنان اكس هي ستة اكس هاي ستة اكس متاقعين دابا نوصلنا ستة اكس غنديرو دابا جدول الإشارة اتصلتو ليا نمسح هادي ولكن غنديرو جدول الإشارة اتصلتو مزيان
دابا كما كيتعلق بجد هو الاشاره، غندير دول الاشاره يكون بسيط حق انها قوس، غندير دول الاشاره يكون شنو ندير، نكتب اشاره اف بريم اشاره سيتا اكس، اشاره اف بريم اشاره هاي اشاره اف بريم هي اشاره سيتا اكس. اذا اف بريم دو اكس ملي كتكون كتساوي زيرو شحال تكيف لينا ان سيتا اكس تساوي زيرو، اش كيف لينا ان اكس تساوي زيرو، وغادي تدول الاشارة. بصح بعدا كاين هاد السبورة هادي، فاش ندير دول الاشارة غدير بحال هكا، مسح السبورة مزيان غدير بحال هكا، كسري اكس اف بريم دو اكس اف دو اكس. دابا هنا مجال خدامين فيه، خدامين في واحد جوج، يعني غندير واحد جوج، كي ندير واحد جوج عندنا مجال واحد جوج التالي، التالي كدير ولا اش غدير تقدر دير، غادي نديرو حنا بصفة عامة نديرو اما موالفيني بليس لافيني بصفة عامة، بحال بحال كونو هاني بحال بحال في كتنعدم بزاف بعدا متلفو، هنا بليس هنا موال، الا درت واحد كاين اللي يدير بحال هكا، كاين اللي يدير بحال هكا، كاين اللي غيدير عاوتاني هنا واحد جوج، ولكن الزيرو ما غيديروش، الزيرو بحال اللي قلتي كاين هنا هنا، بما ان الزيرو هنا هنا كاين كي غتكون، غتكون اشارة موجبة موجبة على المجال كامل. الوغ ديالها تكون تزايدية، ماشي بحال درتي موالا فيني بليس لافين درتي زيرو تكون تناقص وتزايدية، فاهمين دابا راه بحال بحال، فاهم حنا المهم، حنا المهم هذا الشيء انا هو تفهمو، حنا شنو كتبو، اف ديال واحد صورة واحد، اف تاع واحد حسبو هي بهاد، هي واحد، هي ثلاثة، غتكتب لنا ثلاثة، تحسب اف ديال جوج، بينا دالة تصور، بهاد ثلاثة بشو كاري، ثلاثة بربعة هي 12. هاي 12 تابعين نحسبناهم نحسبناهم هذا هو المجال، ما كفانيش اتساع في نحبس في نحسب اف ديال واحد ناقص واحد جوج نحسبها انا، الوغ اف تاع ناقص واحد جوج اش كتساوي، عندنا الدالة خاصنا نقول اسمحوا لي خاصنا نستنتجو راه تشاف الدالة بعدا كي نحسب لها شي نقولوا اذا اف دالة تزايدية قطعا قطعا على مجال واحد اثنان، اذا اف تاع ناقص اف تاع ناقص اف تاع واحد سمحوا لي اف تاع واحد اثنان غيبقى المجال كما هو غيبقى تزايدية، غيولي هو اف تاع واحد اف تاع جوج، اف تاع واحد شحال هي كشنا هي او كيفنا قبيلة هاي هي ثلاثة، اف تاع جوج شحال هي 12 هاد المجال. دابا اش دابا ملي نحسبو دابا هاد المجالات غنكتبو غنقرا على المجال، المهم كي قلنا دابا تصنتو دابا عندك اف دو اي هي اي دي ناقص ثلاثة جوج، هاي في الاخر تعطيني اف ديال ناقص ثلاثة واحد تحت اف ديال واحد جوج، شحال اف ديال ناقص ثلاثة واحد هي ناقص واحد ثلاثة نحطها هنا ناقص واحد ثلاثة تحت شحال اف ديال واحد جوج هي ثلاثة 12، يعني ثلاثة 12 غنمشيو كتحت غنرسمو مستقيم، غنرسمو ناقص واحد ثلاثة بالستيلو الخضر، نرسمو ثلاثة 12 بالستيلو كحال بالستيلو حمار، تيحاد يعني كتاخد المجال كامل، تيحاد كتاخد المجال كامل، أنا دابا غناخد المجال كامل اللي هو ناقص واحد 12، يعني المجال ناقص واحد 12. والتقاطع كتاخد التقاطع مكيتقاطعش، يعني مجموعة فارغة التقاطع غيعطيها عاقلو. دابا هادي هي اف دو اي، هكدا قد انتهينا في هاد التمرين هذا ديال الاتصال في مجال اتصال على المجال، سالينا التمرين وسالينا فقرة تاعو، المهم في الاخر قالو حسابية خاصة بالسلسلة ديال خاصة الدرس ديال الاتصال بالنسبة لصحاب السيونس مونس وصحاب بي سي باش يخدمو، قالو حليكم فرد منزلي تاهو في تقريبا الاتصال، متفقين دابا في هاد الحوايج اللي خدمت معاكم دابا متفقين، يلا في الحصة الجاية غادي نبدو الدالة العكسية، الدالة العكسية.